كيفكم؟ مرحبا بالحلقة الأولى من سلسلة كنتو على قناة الفهرس. بهذه السلسلة راح أستضيف ناس كانوا يحملوا فكر وقناعة معينة ومن ثم انتقلوا لفكر وقناعة مختلفة كليا عن فكرهم القديم. راح أستضيفهم وراح أحاورهم عشان نفهم مع بعض أفكارهم وقناعاتهم، وراح نسمع منهم، راح نحاول نفهم رحلة بحثهم، وراح نحاول نفهم القناعات والأفكار اللي بيحملوها. بحلقة اليوم راح أستضيف حمزة دوف. حمزة دوف كان يؤمن أن الأرض كروية، ومن ثم مر بمرحلة شكوك وبحث وقراءة وتعلم لغاية ما صار على قناعة أن الأرض ليست كروية وإنما مسطحة. حمزة دوف صانع محتوى على اليوتيوب، في عنده قناة بناقش فيها كثير أمور تتعلق بالأفكار المتعلقة بالأرض المسطحة، وعن مؤامرات ناسا، وعن الجدار الجليدي، وعن أشياء كثير، مثلا عن مكان يأجوج ومأجوج، وعن شكل السماء والسبب الحقيقي للخسوف والكسوف من وجهة نظره. يلا نسمعه. مرحبا حمزة، كيف حالك؟ يا حياك الله، الحمد لله رب العالمين. تمام، شو أخبارك حمزة؟ أنا عرفت عنك قبل شوي للمشاهدين، وحاب إنك قبل ما نبدأ، لأنه أنا لاحظت إنه في كثير ناس ما عندهم لسه تصور عن فكرة ال ما بدي أحكي الكرة الأرضية، أنتم ما بعجبكم كلمة الكرة الأرضية، أكيد. عن فكرة الأرض في تصوركم، فياريت هيك لو بملخص سريع تحكي لنا فكرتكم عن الأرض وعن الفضاء والشمس والقمر، هيك بموجز سريع مشان المشاهدين يكون عندهم فكرة. تمام. يا حياك الله أخ أيمن، ومساك الله بكل خير، ومسا الله في الجميع. الله الفكرة اللي نحن بنعتقدها ومنآمن فيها أن الأرض هي عبارة عن سطح ثابت وخلق عظيم، تمام، والسماء هي سطح كمان ثابت وكمان خلق عظيم، لأن الله تعالى قرنهم ببعضهم البعض. دائما بتلاقي الأرض هي قرينة السماء بالذكر، دائما بكل آيات القرآن، ذكر القرآن بالنسبة ل... يعني. أكيد بالنسبة لموضوع الفضاء، هذا الشيء مش موجود يعني بتاتا نهائيا، هذا واحد. اثنين، اللي منآمن فيه أنه بما فوق رأسنا كلياتنا في سقف السماء، وفوق في الكواكب والنجوم، هي الله تعالى جعلها بس اللهم زينة أو رجوم للشياطين. هذا كان موجود بصريح الآية، يعني أنه يا أما زينة يا أما رجوم للشياطين. عند الشمس والقمر كمان عندهم فلك بيدوروا بأفلاكهم، يعني الفلك حتى بالمصطلح العربي أو باللغة العربية هو المسار تام الاستدارة، هذا هو الفلك يعني. وهذه أنه أرض ثابتة، تمام، وسقف سماء عظيم، وشمس وقمر والكواكب والنجوم. طبعا انا اللي فهمته انه ما دام الشمس والقمر فوق الارض الثابته، الشمس والقمر صغار مو مثل ما اكيد عشان هيك الشمس اشعتها ما بتوصل لكل بقاع الارض مره. لا اكيد هذا الشيء. والشيء الثاني اللي جدا يعني 90% من الناس ما حدا بيعرفوا منهم، انه الشمس مخلوق والنهار مخلوق، الليل مخلوق والقمر مخلوق. لما الله تعالى بيذكر الله الذي خلق لكم الليل والنهار والشمس والقمر، يعني وبأكثر من آية بيخلقهم على أنه هذا مخلوق وهذاك مخلوق، هذا شيء وهذاك شيء، يعني الليل كيان منفصل بذاته، مش أنه نتيجة لغياب ضوء الشمس. لا أكيد لا، هذا هو، لأن الله تعالى وضحها بسورة الشمس، قال والنهار إذا جلاها للشمس، يعني والنهار إذا جلاها يعني أظهرها للشمس، قال والليل إذا يغشاها، الليل كمان بيغشى ضوء الشمس إنه يوصل لكل بقاع الأرض. هذا مخلوق، هذا يعني لازم واحد يتفكر فيه. ففي الآية للرسول عليه الصلاة والسلام بكى من شدة التفكر وقال إنه هاي الآية لو ما حدا تفكر فيها ويل له، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إنه قال اختلاف الليل والنهار، ما قال اختلاف الشمس والقمر. الليل والنهار ترى مخلوقين عظيمين، ترى ما حدا بيعرفهم إلا اللي بيتدبر بالآيات وبيتدبر في خلق الله. جميل، هاي فكرة جديدة أول مرة بعرفها. طيب هلأ حمزة، أنت مثل ما حكينا أنت كنت بالسابق تؤمن إنه الأرض كروية وعادي مثل ما بدرسونها ومثل ما بنشوف على التلفزيون. طب هل أنت قبل ما تبدأ تشك بهاي المعلومة، هل كنت قبل هيك يعني عندك اهتمام بالفلك وبالعلوم وبالفيزياء وبهاي الأمور؟ وشو الإشي والله، شو الإشرارة اللي خلتك تبدأ تشك بهاي المعلومة؟ والله بصراحة عشان أكون واضح معك، أنا من 2014 دخلت الفكرة لراسي،
قبلها كانت يعني انه في كواكب، واسمع على ناشن جيوغرافيك ابو ظبي وبيقول لك الاكوان المتعدده مثلا، او الفاكيوم، او النجوم اللي مثلا النيوترونيه وما ادري ايش. الموضوع كان جدا مثير لاغلب الناس يعني. بس اللهم لما في خالي، انا خالي بيتعامل مع امريكان او بريطاني كثير، فهو اذا بتلاحظ ترجع لعام 2012 و13 ما في اي يوتيوبر عربي كان بيتكلم عن هذا الموضوع، بس كان غرب بيتبحر بالموضوع كثير. فهم قالوا له الفكره وهو نقلها لنا. يعني اول شيء طبعا كان صدمه، مستحيل وهذا كلام مو علمي ومو زي ما تعلمنا وكذا. فمن هون بدات اني ابحث اكثر عن الموضوع، واني اراجع نفسي واراجع الفطره السليمه اللي هو يا اخي انا ثابت، انا بوقفتي على الارض هذه عم بشوف كل شيء عم يتحرك فوق راسي، كشمس، كقمر، كنجوم، كغيوم، كل شيء عم يتحرك، ما في اي شيء عم يتحرك يعني انه على الارض تحتي، انا هو الثابت اصلا. برجع لايات القران بدل على انه الارض قرار، الارض ثابته، الارض الله ارساها بالجبال، الارض يعني انه خلق جدا عظيم. حتى ذكر مره واحده انه الله تعالى ذكر انه بيمسك السماء والارض، هو بيمسك السماء والارض. الله شوف بيسخر النجوم عادي، بيسخر البحر، بيسخر الغيوم، بيسخر الشمس والقمر، بس ما بيسخر الارض والسماء. التسخير هو التحريك، بس دائما التسخير هو التحريك، فولا مره قال انه سخر الارض او سخر السماء. هذه هي. طب بهي بتحكي بفترة البحث، يعني احكي انت تأثرت في البداية بمعلومات اصدقاء خالك، هم زرعوا الشرارة في البداية، لكن خلال فترة البحث شو كان مصدر معلوماتك؟ لمين كنت تقرأ تبحث؟ شو المصادر المعلومات كنت تعتمد عليها؟ والله اول شيء كنت طبعا ككلام هذا 2014 كان المرجع الاول هو اليوتيوب. بعد ما خلصت من اليوتيوب، يعني لما واحد بيقرأ قرآن اثناء القراءة بيطلع معك آيات وتتفكر فيها شوي، تطلع واضحة يا ابن الحلال، تطلع انه عن جد واضحة وجلي، عرفت عليك. بس انه كعلماء او باسماء محددة، بصراحة هذا الشيء ما تطرقت له الى عام 2018 او 19 تقريبا، في اسماء علماء مسلمين وباحثين جدا جدا بما يقارب ال100 اسم، تمام. في منهم مشهورين ومنهم مش مشهورين، اقرا لهم اقرا للتفاسير تبع عندك القرطبي، الطبري مثلا، ابن كثير، الجلالين، هذول المفسرين اللي كانوا على يعني ما بعد عهد الرسول ب 100 او 200 سنه هجري. هذول عندهم كان يعني الكلام المضبوط، يعني قبل لا يدخل عليهم الافكار الاغريقيه، يعني كان في علماء الاغريق والفلاسفه والفلكيين كانوا يعني هم بافكارهم والمسلمين بافكارهم. اول ما دخلت هذه الافكار تبعت الاغريقيين او العلماء هذول كان على عهد هارون الرشيد. فالافكار هذه ترجمت للعربي وبلشوا انه يقولوا انه هذول علماء وهذول عندهم وهذول كذا، يقراوا القران ويقراوا علومهم، فحاولوا يوازنوا ويطابقوا. قالوا اول شيء انه الارض اوكي هي ثابته بس ولكن شكلها كروي مثل الشمس ومثل العطارد ومثل الزهره وكذا. بعد فتره صارت الارض هي والله تتحرك، بعدين صارت الشمس هي الثابتة والأرض هي تتحرك حولها. يعني الأفكار متطورة من ما يعني من زمان كثير كثير، وتطورت لو وصلنا لأنه إيش، الأرض هي عبارة عن ذرة غبار والشمس هي المحور تبعنا، وإحنا بدون الشمس ولا شيء، إحنا بدون جاذبية ولا شيء. يعني حتى قال هذا ستيف هوكينج، قال إنه نحن بالجاذبية لا نحتاج إلى إله. جاذبية ماسكت لك الشمس، ماسك السماء، ماسك الغلاف الجوي، بتقول لك ماسك المخلوقات، ماسك الكواكب، ماسك المجرات، هاي جاذبية. فبدونها أنت، طب هاي المعلومة خاطئة؟ أكيد خاطئة بالنسبة كموضوع الجاذبية إنه هي موجودة، أكيد أكيد. هو بس طب. الموضوع برا. طيب أنا راح أرجع كمان شوي أخوض في تفاصيل، عادي عادي، إحنا راح أرجع أخوض في هاي المواضيع، لكن هسه خلينا في مرحلة البحث. هلأ خلال فترة البحث حمزة، بحب أعرف خاصة هذا الموضوع بالذات، ما بعرف يعني ممكن يلاقي استسخاف أو ممكن سخرية من البعض. صحيح مظهر. صحيح. فهلأ أنت خلال الفترة هاي شو كان نحكي ردة فعل الأهل، الأصدقاء؟ هل كان في سخرية، غضب، تفهم؟ هل كان في دعم؟ هل خسرت حدا مثلا نتيجة خوضك بهذا الموضوع أو لا؟ أنت عليك. فهمت عليك، سؤال جميل جدا. بصراحة أول ما عرضت الفكرة كعائلة
طبعا صار في رفض كبير، وانت شو عم تحكي ومستحيل وهذا مو زي اللي تعلمناه. من ناحيه انه خسرت احد من الاهل، لا والله، بس اللهم كان اختلاف افكار، واحيانا بيصال النقاش للحده، يعني انه انا صح لا انت غلط، انا صح لا انا صح، فممكن احتداد، بس انه كنزاع يعني لا. الاصدقاء كان جدا في، يعني كيف اقول لك، يعني مثل في بعضهم مثلا مثل نزاعات او حده، منهم كان اغلبهم كسخريه، يعني وهذا كلام غبي، او ما بيتماشى مع الفيزياء، او ما بيتماشى مع الكيمياء، ولا بيتماشى مع الرياضيات، ولا مدري ايش. فبصراحه انا خلال فتره التعليم يعني الاخيره تقريبا شي سنتين، يعني اللي آمن بالفكرة اللي حكيتها يمكن واحد شخص واحد، كلهم يعني فصلين ثلاثة، ولا واحد منهم مقتنع، ولا 1%. ممكن لضعف الحجة عندي أو ضعف الأدلة اللي كانت عندي ذاك الوقت، بس بشكل عام صفر، يعني يعتبر التأثير صفر، إلى أن طورت نفسي أكثر وأكثر وأكثر، والحمد لله بدأت أقنع ناس كثير كثير، طيب الحمد لله. حمزة، هل الموضوع بيستحق انك انت توجع راسك؟ يعني مثلا ما اجيت فترة حكيت يا اخي انا مقتنع انهم مسطحة، لكن بدي احتفظ بقناعاتي، يعني ليش اوجع راسي واناقش وناس يسخروا وناس يغضبوا؟ وكل ما فهمت. اكيد انت كنت كل ما تجلس مع في جلسات عائلية او اصدقاء يطرح الموضوع مشان يشوفوا حمزة شو بفكر وشو بحكي، هل الموضوع كان بيستحق انك انت توجع راسك كل الوجع هذا وتناقش الناس؟ ما بعرف. والله ايه، هلا شوف، هلا من ناحيه انه انا شخصيا ايه والله خلص، اللي بده يامن بيامن، واللي بيكفر بيكفر يصطفل. الفكره انا لما ادافع عنها كيف، يعني لما الله تعالى بيقول لك مثلا الارض ثابته، يقولوا لا الارض متحركه، يقول الله تعالى الارض بناء، يقولوا لك لا الارض عباره عن طبقات غلاف جوي غاز مثلا، غير الله يقول لك انه الشمس هي شمس سراج او ضياء، يعني يقول لك لا والله الشمس هي عباره عن نجم مشتعل، يقول لك مثلا الله تعالى انه القمر يتبع الشمس، يقول لك لا القمر يتبع الارض مثلا. يعني في تغيير لايات الله تعالى وتبديل لايات الله تعالى، وهذا الشيء مزعج كثير. كأي واحد مسلم لازم لما يسمع اي تغيير لكلمات الله او لايات الله، لازم يكون في عنده مثل غيره عليها، انه كيف انت عم تغير؟ على اي اساس يعني؟ وين الدليل؟ بيقول لك والله مثلا ما عندي دليل. والله ايش الدليل تبعهم؟ فلان الملحد وفلان الكافر وكاله الفضاء مدري ايش الغربيه او شيء، فهذا اللي يعتبر اي حجه واي دليل. حتى انا يعني صريح العباره، يعني لو احيانا بشوف شيء بام عيني، بام عيني ومخالف القران، بكذبه، بكذب عيني يعني، وبصدق القران هيك بصراحه. طب انت من شوي استخدمت عباره اللي بده يؤمن واللي بده يؤمن يكفر ايه. واللي بده ايه. يكفر. هل الارتباط لا لا إيمان لا صبر، انا قصدي بشكل عام، يعني يكفر بالنظرية يعني. بالفكره، بالفكره ايه اكيد. شوف لا ما بحكي بالايمان، انه والله طيب مثلا اللي عجبه ياخذ الفكره، اللي ما عجبه انا ما لي علاقه طيب بالموضوع. طيب طيب حمزة، هل مهم للمسلم يؤمن انها مسطحة؟ هل إشي مصيري مثل إيماني بالملائكة وبالكتب السماوية وبالرسل؟ هل أنا مثلا إذا مسلم آمن إنها كروية وإنه الشمس الليل مش مخلوق والأمور هاي اللي أنت حكيت عنها، هل هذا راح يأثر على إيمانه أو بحسابه يوم القيامة؟ والله شوف، الله تعالى هو بيد الحساب، هو اللي حاسب على، يعني اللي هو الله تعالى بيحاسب عليه. يعني بيقول لك مثلا الله تعالى قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فأنا لما الله تعالى يسألني أنت ليش يا بني آدم مثلا، أرسلت لك قرآن ولغتك العربية وقلت لك الآية 1 2 3، لما أنت غيرتها ليش غيرتها؟ يعني هون واحد بده ينحرج. مثلا الله يقول لك انا جبت لك اي 1 2 3 هذه الايه، او ان الارض كذا او الشمس كذا، غيرتها ليش؟ الايه صريحه، ليش غيرتها؟ يعني هذا جدا يعني ما في جواب. يقول فلان قال لي، صديقي اخبرني، شفت على التلفزيون. فجدا الموضوع ايه موضوع جدا، اول شيء محرج، ثاني شيء انا لما عم بقرا الشيء وعم كذب بصريح العبارة، صريح العبارة يكذب، ها أنا هون كيف يعني؟ كيف أضل آمن بشيء عم بكذب القرآن؟ يعني بمجرد ما في آية، لما الله تعالى قال بآخر آية بسورة الطلاق، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، تمام؟ تعالوا عند أي واحد كروي يقول له وين الست أراضين الباقية؟ طب وين ال7 أراضي بحسب اعتقادك؟ أها حسب اعتقادي أنا، لما الله تعالى قال إنه هو الذي مد الأرض، تمام؟
الله تعالى لما مد الأرض وبسطها، مش والله بس هذه القارات اللي احنا شايفينها هي عبارة عن والله أفريقيا أو آسيا أو شيء. الله تعالى لما قال عن الأرض وذكر الأرض بأكثر من موضع، حتى ذكرها كعرض، أو الله تعالى بيصور لك حجمها كأرض. كيف حجمها؟ قالها في آيتين. أول آية قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني قال لك سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الجنة اللي نحن نعرفها أنه ملك كل أحد فيها، يعني ما بينه وبين ضخمة كثير كثير. فقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني الله، شوف الله ما قال والله السماء والأرض كعرض الجنة، لا، قال الجنة هي العظيمة كثير عرضها كعرض السماء والأرض. تمام، في ذكرها بآيتين نفس الصيغة بس تختلف، عرضها كعرض السماء والأرض بس، يعني هذه هي الصيغة الثانية. فهي الأرض جدا جدا عظيمة والسماء جدا جدا عظيمة يا أخي، حتى أنه العرش على السماوات، العرش بالسماء السبع على السماوات كمان، يعني في فوق السماء السبعة في بحر، وتحت في الأنبياء والملائكة وفي رسل وفي وفي وفي. فتعال عند أي واحد كروي يقول له السماوات السبع وينها؟ يقول لك هي ما على فوق رأسك فهو سماء، فيمكن هي تراموسفير والإكسوسفير والستراتوسفير ومدري إيش. طيب هلا فيها هاي طبقات الغاز، يعني فيها ملائكة ويعني وأنبياء وعايشين لحد الآن؟ يقول لك ما بعرف، هي غيبية. بيقول لك بعدين واحد ثاني هي ما بعد الفضاء، يعني الواسع، هذه هي السماء الأولى. يعني بيقول لك مثلا السماء ها هي الضخمة كثير، والأرض هي الذرة الصغيرة. فالله تعالى مستحيل يقارن السماء الضخمة هي فضاء بنقطة غبار تدعى أرض، يعني ما بيقارن شيئين بأحجام مختلفة. يعني هلا بفهم عليك انه الارض اللي احنا بنعرفها هي الارض الاولى هاي الدنيا ها هي، ايوه، وعلى اطرافها في اللي هو الجدار الجليدي نحكي، نعم وبعده الارض الثانيه والثالثه الثالثة والرابعه. والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. طب هاي الاراضي البقيه شو فيها؟ والله أعلم، ممكن يكون في ما حدا عوالم. ما حدا راح، ما حدا بيعرف شيء، ما حدا حتى ما حدا قدر يتخطى الجدار الجليدي. شوف الله تعالى بإمكانه يمنعك بعوامل فيزيائية بسيطة كثير كثير، أنت كبني آدم جدا بني آدم ترى ضعيف، بيمنعك بالبرودة المطلقة وبالظلام المطلق. لما أنت تبعد عن نور الشمس وعن دفء الشمس أي محرك معك راح يوقف. تمام، برودة مطلقة، يعني المحرك بيتجمد، الزيت بيتجمد، الوقود بيتجمد، ولا في أي مجال للشك. يعني والظلام المطلق تفضل. لا إيه، والظلام المطلق اللي هو مهما كان معك من مصباح، مهما كان معك من مثلا مصباح قوي كثير كثير، يعني راح يضوي لك إذا في إعصار ثلجي وأنت ماشي بهذه الدبابة لنقل أو المدرعة أو طيارة مثلا، وفي إعصار ممكن فجأة يطلع بوجهك جبل جليدي. خلاص أعطيك العافية، يعني شكرا. هذا اللي بيمنع الناس انهم يوصلوا الجدار الجليد المحيط ايه بالارض الاولى، انه صحيح، وحاولوا كثير في ناس وكلهم سمعت ماتوا. انه في جيوش وناسا وماسونيين هم بيمنعوا الناس يوصلوا للجدار الجليدي، في منه هذا الحكي؟ يمنعوا، شوف لا هلا في منهم، اذا انت بدك تروح على انتاركتيكا بسموها القطب الجنوبي، اذا بدك تحجز تذكرة اول شيء غالية كثير، ثاني شيء بس يعني ما انه مش مسموحة لكل جنسيات العالم، مش اي جنسيه بالعالم تاخذها. الشيء الاخير انه انت بتطلع زي يعني مع فرقه بتكون معاك، تاخذك وبتجيبك توديك المكان، شوف البطريق شوف كذا خلاص ترجع بس. اما واحد يفكر يهرب او يكمل او يعمل بحث من نفسه او شيء، ممنوع طب ممنوع منعا باتا. مين اللي بيمنعني؟ ما هي هاي منظمات، هي اصلا انت عندك هي اطول اتفاقيه بين كل الدول، تقريبا شيء اللهم صل على النبي، يمكن 52 دولة أو شيء. هذه أطول اتفاقية بين كل الدول، إنه إيش الجدار الجليدي هذا ما بيكون في أي استثمار تجاري، ما بيكون أي في ما بيكون في أي استملاك، والله هذا قطعتي هذا تبع الدولة حقتي أو شيء، لا ممنوع. وحتى إنه إذا بدك تقوم بشيء أنت كصاحب دولة ممكن اختبارات علمية بس بس بس، أي شيء ثاني ممنوع. هما بينهم بين بعض يعني، وإنك تروح والله بقارب لوحدك أو شيء، يعني ترى موجودين في كل مكان، بيرصدوك على اي موقع، على اي عفوا رادار، يعني بيرصدوا في سفينه فلانيه جايه او في باخره او في اي شيء. لا، لكن تفهم منك انه حتى لو انا قدرت اني اتحايل على هاي المنظمات واتجاوزها وطلعت لسه في ظلام بحشمت. دامس وفي برودة مطلقة. البروده يا اخي الكريم، ان يعني توصل لناقص 90 هاي فما فوق،
يعني ناقص 90 فما فوق، يعني هذا اللي بدي يتحملها. أوكي تحملتها ساعة ساعتين ثلاثة، وبعدين خلاص الدم بيتجمد، ما فيك تتحرك، سبحان الله، ما مستحيل مستحيل. طيب حمزة، بدي أوصل كمان لسه فترة رحلتك، شو الدليل القاطع اللي أنت أثناء بحثك لما وصلت له حكيت خلاص أنا وصلت للقناعة اللي إنه الأرض مسطحة؟ شو الدليل وشو كان شعورك وشو أول إشي عملته لما خلاص أعلنت أنا رجل مؤمن إنه الأرض مسطحة؟ فهمت علي؟ والله الدليل القاطع هو صراحة، أنا كيف أقول لك، بعد ما صرت أشوف فيديوهات ونماذج 3D للأرض، كيف إنها ثابتة وكيف إنها عظيمة، كيف إنه اقتنعت إنه حتى فيزيائيا بيقول لك أسطح البحر دائما عندها ارتفاع واحد يسموه الصفر المعياري. ليش هذا؟ أنا شفت يا أخي، طب أنا كنت عم بدرس فيزياء كمان، ليش طيب هذا السطح دائما مستوي؟ في جدار بيحيط على الأرض، بيحيط حول الأرض كشكل وعاء، فبضل البحر بكل بلدان العالم مستوي، القارات دائما ثابتة، الرحلات الجوية بس تتحرك من بلدة لبلدة، القارات ثابتة والطيارات تتحرك بس، الشمس والقمر أنا بشوفهم بيطلعوا بينزلوا، حتى أني صرت أصور بتليفوني الخاص تصوير سريع، والله الأرض ثابتة والشمس تتحرك، أصور النجوم هي تتحرك فوق رأسي، الله قال أنه سخرها، وأنه يعني هي يعني مثل زينة ومثل مثل الاهتداء، يعني علامات الاهتداء. فمن آلاف السنين الخريطة النجمية على حالها ما تغيرت، هذا كمان الشيء خليني أصدق أكثر وأكثر، كل ما حصلت معلومة جديدة أتأكد منها بالقرآن، أتأكد منها بعيني أنا شخصيا، تطلع صحيحة 100%، ولا في أي مجال للشك، ولا في أي مجال أني والله أجيب معادلات وأكتب أوراق وقوانين عشان والله أثبت والله أني أنا ثابت على هذه الأرض. ما يحتاج، عرفت عليك كيف؟ طيب شو كان ردة فعلك أول ما وصلت له القناعة؟ مين أول واحد والله حكيت له؟ والله الأول طبعا الأهل، طبعا الأقربون ردة فعلي صراحة كنت مبسوط كثير، إني مثل كأنه وجدت الحقيقة، أو لقيت شيء إنه هني كانوا مخبينه عني، أو لقيت شيء هيك جديد، لقيت شيء إنه صحيح بيتوافق مع القرآن 1000000%، لقيت شيء إنه بيدعمني من جوا إنه أنا على حق. ها هي فهمت عليك. طيب حمزة، هلا لاحظت أكثر من مرة أنت عم تستند لأحاديث وآيات قرآنية وأدلة علمية، صحيح، أحاديث نصوص دينية وأدلة علمية. هلا سؤالي لك، شو اللي أنت بتشوفه أقوى وأكثر قطعية، وهل الأدلة القرآنية لوحدها كافية؟ تمام. هلا هو اقوى شيء، وانا بحس انه افضل شيء بدون اي والله دين او علم، هي الفطره. انك انت اول ما تخلق، اذا انت بتجيب بني ادم وتحطه مثلا لنقل بجزيره معينه، تجي له بعد ما يصير واعي ويكبر تقول له الارض عم تتحرك وانت عم تطير وانت الارض عم تدور بسرعه كبيره كثير، قال لك مستحيل مستحيل. ليش؟ انه هو ثابت، يعني انا ما فيني انا جالس هون عم بشوف مثلا في انا بشوف طياره عم تتحرك، بيجي بكتب عندي بالنظريه انا اتحرك وادور مثلا. هم هيك كانوا الفلاسفه او هذول الاغريقيين، يجيب ناظور يشوف كواكب عم تمشي يقول انا كوكب عم بمشي. طب يا ابن الحلال، انت ثابت، هو اللي عم يمشي، انت واقف. انا اذا شفت سياره ما فيني اقول عن نفسي انا اللي عم بمشي، انا الثابت، انا الجالس، انا بعرف نفسي اني انا ثابت. تمام. فانا بشوف اقوى شيء هو الفطره السويه، الفطره اللي الله خلق عليها كل الناس، يعني بدون اي تغيير، بدون اي تبديل، بدون اي تحريف، هي اصدق شيء. بعدين لما بتحط فطرتك مع ايات القران تتوافق معها 1000000%، بتحطها مع القوانين العلميه الحقيقيه، يعني مثل قانون الكثافه او الطفو، او مثلا عندك انك ثابت، مثل المنظور، مثل خط الافق، تدقق فيها كثير تطلع صحيحه 100% كمان. هذا هي. طيب جميل. طب هلا انت ما دام في عندك اعتماد على النصوص القرانيه، هلا في بعض المفكرين مثل نحكي طه حسين والعقاد واغلب الشيوخ السلفيه، هلا يعني فكرتهم انه عدم اقحام القران في المسائل العلميه، لانه
قد أنت تربط ما بين آية قرآنية وما بين حدث علمي أو حدث فلكي، لكن قد ربما هذا الحدث العلمي أو الفلكي قد يكون إحنا مثلا اكتشاف خاطئ أو نظرية علمية خاطئة أو ربما تتغير، فبالتالي ربطنا هذا النظرية العلمية اللي تغيرت بآية قرآنية راح يحط النص الديني بموقف كثير محرج. وغيرهم كمان ناس بيحكوا إنه يعني القرآن هو نص ديني تشريعي بيحكي عن قصص الأنبياء وأمور الدينية، مش كتاب فيزياء، مش كتاب فلكي. فهمت عليك. شو تعليقك؟ شوف، النظرية عن نظرية تفرق، وتجربة عن تجربة تفرق. يعني ما فيني والله أعمل تجربة بالمختبر وأروح أجيب آية من القرآن عشان تتوافق مع تجربتي مثلا. لا، أنا لما بدي أجيب آيات من القرآن بجيبها عن شيء من مخلوقات الله تعالى اللي هو أصلا ذكرها. يعني مثلا لما هو يذكر لي السماء، لما يذكر لي مثلا الأرض، لما يذكر لي الجبال، لما يذكر لي الرواسي، طبعا الرواسي غير الجبال، لما يذكر لي مثلا النجوم، لما يذكر لي هي إيش طبيعتها، لما يذكر لي الشمس والقمر، أو يذكر لي في شيء اسمه ليل والنهار، تمام، هذا الشيء أنا ثابت فيني إذا تأكدت منه هو أصلا هيك حيضل ثابت بتجربتي أو بدون تجربتي، هو هيك أصلا الله خلقه والله نزله بالقرآن. بس شيء أنا أستحدثه كتجربة واروح ادور على ايه ممكن تشبهه واركبها عليه وانشرها وتطلع تجربه غلط، انا هون عرض القران مثلا يعني مثل الشك لبعض، ممكن عام بسموهم عوام الناس، تمام. فانا اذا بدخل تجربه، تمام، بشوف شيء ثاني ما يتعلق فيني انا، بس بمخلوقات الله تعالى اللي هو اصلا ذكرها. يعني في ناس تخلط بالمواضيع كثير، يجيب لك اي من الشرق والتجربه من الغرب، بس بيدمجهم، يلا خذ. هذا خطأ، هذا أنت ضده. أكيد 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 100% ضده. أما أمور القرآن يعني صرح فيها مثل ما أنت حكيت، صرح فيها نهار أرض سماء، هاي يعني إيش طبيعي ثابتة. لازم ثابتة. تفكر فيها حقيقة ثابتة. صحيح. طب في ملحدين بيؤمنوا أن الأرض مسطحة؟ والله ما عندي علم، أنا بصراحة ما عندي أي تواصل أو عندي أي معلومات. بيؤمنوا أما شوف، هو شيء قلت لك، هو بيرجع وشيء للفطرة، تركك عن القرآن، تركك عن العلم، ويرجع أنه واحد هو إيش شايف. طيب هلأ حمزة، أنت غير متخصص نحكي بالعلوم الفلكية والفيزياء، صح؟ لا تخصص لا. طيب حلو. هلأ في ناس بيحكوا أنه أنا كثير حضرت، وأنا بحضر لها حلقة كثير، حضرت لناس يوتيوبر بيحكوا عن الأرض المسطحة، وكان أغلبهم كمان مو متخصصين نحكي بالفيزياء والفلك. هلأ في ناس بيحكوا أنه عدم التخصصية بالموضوع ما بيعطيك حقية أنك تحكي في الموضوع، إن كان دين أو علم أو فيزياء أو حتى لغة أو أي شيء. فهل أنت يعني أي شخص أنت ممكن يحكي عن الدين لازم يكون معه مثلا بكالوريوس أو دكتوراه في هيك، هذا رأي بعض الناس أنه أنت إذا مش متخصص. هل أنت مع هذا الحكي؟ شوف، شيء عن شيء بيفرق. يعني لما أنا مثلا أنا جيب لك دليل على موضوع معين مش متخصص فيه، مش بيتطلب مني أروح أجيب لك شهادة وأجي. يعني مثلا الآن والله إذا واحد أكل شيء معين وعلق بين علق المجرى التنفسي، تمام، ورحت عملت له حركة أني أضغط على الحجاب الحاجز وطلع هذا الجسم اللي دخل على الجهاز التنفسي، يعني هل بيتطلب مني قبل لا أقوم بهالحركة أني أروح والله أجيب لك شهادة وأنا متخصص مثلا بالإسعافات الأولية أو شيء؟ لا، بس انه انا اللهم بعرف هذا دليلي انا والله ايش، لان انا عندي تجارب سابقه مثلا مع فلان وفلان وانقذتهم من قبل مثلا، او مثلا تصليح مثلا ممكن شيء سياره ممكن صلحت فيها شيء معين، ولازم اكون متخصص بالمجال لعشر سنوات، ممكن موضوع صار قدامي اكثر من مره او عملته اكثر من مره خلاص صرت بعرف فيه. فهو هيك مثلا الموضوع، اني انا كل ما انا تشعبت بموضوع وتفصلت فيه شخصيا، يعني انا مو لازم اروح على الجامعه، يعني ممكن افتح فيديوهات تعليميه عن لغه مثلا، ممكن وانا كشهاده، انا ما معي شهاده بس بعرف احكي مع بالشارع يعني مع اللغه الثانيه اكثر من المتعلم ممكن. فهذا موضوع يمكن ما بيتطلب انه يكون معي شهاده بكل شيء، اهم شيء انا بعرف فيه وصح. انت عملت تجارب بنفسك صح؟ ممكن تحكي لنا شو التجارب اللي عملتها وشو النتيجه اللي طلعت فيها؟ تجارب انت عملتها. تمام. هلا في مثلا عندك لنقل يعني هذا اللي كله حد الان بيستخدموها، هذه دليل بيقول لك الارض كرويه مثلا والسفينه تنخفي وراء الافق ما ادري ايش، هي جدا صارت تجربه قديمه وكلام قديم كثير، بس لما انا جربتها عن جد ضبطت. من اي ناحيه؟
انت شرحت الموضوع هذا اللي هو بيتعلق بالمنظور وبإني انا كم ارتفاع على الارض عشان احسن اكشف اوسع نطاق. تمام، انا لما اكون قريب جدا من سطح الارض ما راح اكشف مساحه جدا جدا كبيره، لانه انا اصلا قريب من سطح معين. واذا طلعت لفوق للسطح الثاني اللي فوق كثير كمان ما راح اكشف شيء كبير. لما انا اوقف بمسافه عاليه بين السطح الاول وبين السطح الثاني بكشف اوسع منطقه. تمام تمام، انا هون لما اكون واقف على الارض وبشوف سياره او قطار او او قارب او شخص حتى، كل ما ابتعد عني بلاقي عم بيصغر بيصغر بيصغر. اول ما اجيب تلسكوب او عدسه مكبره الشخص بيرجع بيطلع عندي، او السياره بترجع تطلع عندي مره ثانيه. بجيب تلسكوب اقوى بيرجع بيطلع. بعدين بوصل لمرحله لو بجيب يعني اكبر تلسكوب واقوى واحد وبحاول اني اطالع هذا الجسم مستحيل يطلع. ليش؟ هذا مو سبب الانحناء، بسبب انه هو انه انا عندي ارتفاع معين وعندي خط افق، او بسموه مو خط افق، بسموه خط الله صل على النبي. ايه هذا الخط يعني انا ما عاد بامكاني اشوف ما بعده ابدا ابدا. تمام، بسموه خط الاختفاء احيانا. اول ما اطلع مثلا مترين زياده برجع بكشف، برجع بيطلع جسم نفسه كانه ما تغير ابدا. فهو الموضوع بيتعلق انا بارتفاع عن سطح الارض. تمام، انا كعندي كعدسه البني ادم او عدسه الكاميرا هي كعدسه بتعمل على تجميع الاسطح مع بعض البعض، ان كان عين ولا ان كان كاميرا نفس الشيء اسمها عدسه، تجمع لي سطح الارض مع سطح السماء مثلا او هل هو الموجود. فاول ما الجسم بيبتعد 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 لين يختفى بين اثنين وراء الخط هذا، اول ما انا ارتفع حيطلع عندي مره ثانيه. ممكن يجي واحد يقول لي انت لما ارتفعت انت كشفت ما وراء انحناء الارض. تمام، طبعا في تجارب كثيره كثير عن الموضوع هذا، انه شو بيصوروا من جزيره لجزيره ثانيه ممكن البعد 100 كيلو او 110 كيلو والطرف الثاني ظاهر وواضح ولا في اي مشاكل. وعلى حسب قانون الانحناء لازم هذه المدينه او هذه البنايات تكون تحت خط الانحناء مثلا ب 20 كيلو، يعني لازم ما يبين منها اي شيء. فهذا الشيء جدا مع تجارب كثيره كثير، يعني ان كان مع اشخاص مقربين او ان كان على اليوتيوب. انت كمان عملت تجربه ميزان المي على الطياره. هذه ايه والله بصراحه انا هذه اعتبرها يعني كتجربه، هذه اعتبرها اقوى شيء بصراحه. يعني ممكن تحكي عنها؟ اكيد. عندك ميزان الماء، انا لما استخدمته اول شيء على سطح الطياره طبعا كان على سطح مستوي. اثناء الاقلاع، اثناء ما اقلعت الطياره الفقاعه فورا بمجرد ما اقلعت او ارتفعت مقدمه الطياره فورا الفقاعه صارت فوق ارتفعت، يعني عفوا فورا صارت تحت فقاعه الهواء تحت والسائل لفوق. لما اثناء رحله الطياره كانت رحلتي انا من كوالالمبور من ماليزيا لقطر، يعني الدوحة بقطر، كان تقريبا 7 ساعات متواصلة، تقريبا 7 ساعات وشوي. فأثناء هذه الرحلة كلها عندي تصوير متكامل أو مقطع واحد 4 ساعات ونص. تمام، الفقاعة هذه ما تحركت أبدا، مقدمة الطيارة دائما دائما مستوية، جسم الطيارة دائما مستوي ماشي على خط واحد إن كان يمين أو إن كان يسار عادي، بس إنه ما في إنه انحناء. بيقول لك والله كرة أرضية لازم كل مدري كم ميل، صراحة ما نحافظ أرقام كثير، كل كم ميل ينحني شيء بسيط، يعني عشان إيش؟ عشان يتماشى مع انحناء كوكب الأرض، لأنه عم بسافر على مسافة جدا ضخمة. يعني ما عم بسافر والله عن والله 1000 كيلومتر مثلا، بس لا 7 ساعات. المهم فأثناء 4 ساعات ونص تصوير الفقاعة ما تحركت أبدا، كان تصوير مسرع ولا ظهر أي تغيير عليها. لما أول ما بلشت الطائرة بدها تهبط بمطار الدوحة بلشت الفقاعة ترتفع أكثر 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 لحتى صارت مقدمة الطيارة تحت والفقاعة صارت فوق. فهون أنا أثناء هذه التجربة حتى المضيفين اللي بالطيارة يعني كانوا واقفين عم يتفرجوا، هلأ حتنزل هلأ حتنزل هلأ حتنزل وما نزلت. لا، حتى أثناء الهبوط بلشت الفقاعة ترتفع لفوق، مقدمة الطيارة رجعت نزلت لتحت. فهذا بصراحة أعتبره جدا جدا ممتاز، لأنه جسم الطيارة لازم كله ينحنى مع انحناء الأرض كله ككامل مهما كان حجمها لازم تنحنى. وبمجرد ما انحنت وحتى ولو كان 10 متر كحجم طيارة يعني لازم يتغير ولو حتى شعرة واحدة بالفقاعة. وكمان وانت نازل سألت الكابتن هل انت بتشوف الأرض صحيح منحنية؟ هو كان المساعد، أنا حاولت أسأل الكابتن قال ممنوع، حاولت أسأله بطيارتين، أنا كان عندي طيارة ثانية من الدوحة إلى العراق،
فطبعا الدوحه قال لي ممنوع تقابله لا الكابتن ولا المساعد، انه أوكي. هذا الشيء انه ممنوع. رحت على الكابتن الثاني قلت الارض كرويه ولا مسطحه؟ قال لي اكيد كرويه، يعني هذا الجواب هذا السريع. قلت له طيب ليش مثلا لما مثلا احنا متحرك ليش مظل الطياره مستويه؟ ليش ما في انحناء؟ ليش كذا؟ هو حسب كلامه يعني احنا بنطير على ارتفاع والله الانحناء والله مستحيل يبين. كان ارتفاع تقريبا اللهم صل على النبي يمكن 14000 كيلو او اقل اكثر، والله ما نسيان الارقام، هذا كلام من شيء 9 شهور. المهم فلما بتروح عند اي واحد كروي بيقول لك اذا بدك تشوف انحناء الارض لازم ترتفع والله كم 100000 كيلو متر عشان يبين عندك انحناء الكوكب انه هو جدا ضخم. وعند هذا بيقول لك احنا عم نمشي معاه. طب احنا عم نمشي معاه، طب كيف يعني عم تمشي ما انك شايفه يعني الانحناء؟ رجع قال لي اخر شيء، قال لي انه انا بمشي على المسار اللي موجه لي بالمسار الالكتروني هذا او المسار الافتراضي بسموه، المسار الافتراضي بيعطي لي اتجاهات انا بمشي عليه، بس اللهم انحناء انا ما بشوف الانحناء بس انا بمشي مع الخط. عرفت علي شلون؟ طب الانحناء هو لما يشوف بعينه هو بقود الطائرة، انحناء الكرة الأرضية مش تبين. مستحيل يشوفه. ما هو ليه؟ بيقول لك انت، بيقول لك العلماء مستحيل تشوف انحناء الكوكب الا على ارتفاع 100000 كيلو، ان هو كوكب ضخم حتى كثير. رؤيته كمان ما بقدر أشوفه لارتفاع 100000 كيلو بحسب العلماء. هذا حسب الناسا او حسب العلوم الارض الكرويه. طيب بالحديث عن ناسا، شو قصتكم مع ناسا؟ يعني ليش بدها تكذب وشو هدفها من الكذب؟ تمام. هلا هو الهدف الاول تبع ناسا انا بشوفهم شخصيا يعني من وجهة نظري انا هو تغيير لخلق الله تعالى كله كامل، تغيير يعني بشكل جذري. تمام اول شيء. الشيء الثاني الارباح الضخمه الطائله اللي تقدر بميزانيه دول كل سنه. تمام، لانه اصلا هم ما عم يتكلفوا بشيء، اذا تكلفوا ممكن يتكلفوا بصاروخ وصاروخين رسلوهم سقطوا بالبحر مثلا. عندك زي مسبار الامل، ليش مثلا ما اطلقوه من دبي؟ ليش ما اطلقوه مسبار من الأمل الإماراتي. ايه الاماراتي؟ ايه ليه راح سمعت عنه؟ اطلق ايه اطلقوه من اليابان؟ ليش من أوكي. اليابان؟ بيقول لك ليه؟ في بوابه سمائيه ما ادري ايش بيطلع منها الصاروخ، بس هو الحقيقه اطلقوه من اليابان. اليابان جزيره يعني معروفه جزيره، عشان اول ما يطلع من هون يوقع بالبحر من هون، لا عاد يوقع بمدينه ولا سبب لهم وجع راس. يعني هاي اول شيء. كل الصواريخ اللي طلعت هي بتطلع بقول أمام لك الكاميرات وتنزل في المحيط أو في البحر. بالمحيط مباشرة مباشرة. روسيا شد، روسيا ضخمة كثير، روسيا أكبر من الوطن العربي، بتروح تبعت صواريخها على وين؟ على أوزبكستان كازاخستان يمكن. وكازاخستان. إيه 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 هذه هي. إنه أصلاً كمان قريبة من البحر، بيطلع من عندهم وطب البحر، بيبعتوه من الهند من عند قارة آسيا بطب البحر، من اليابان بطب البحر وهكذا. طيب بس وبيغرق يعني مباشرة. لكن حمزة، يعني لو بدنا نتهم ناسا بالكذب، لكن في كثير منظمات، يعني صاروخ الأمل، مسبار الأمل مو عن طريق ناسا، يعني في الصين في لهم وكالة فضاء، وروسيا وفي كثير، والهند وعدة دول. هل معقول انا معك كلهم اكيد. اتفقوا على كذبة واحدة؟ الصين وأمريكا وروسيا والهند كلهم اتفقوا على كذبة واحدة؟ ما هو الموضوع كمان اغلبه بيكون راس مالي، يعني انت لو تشوف الارباح والمشاهدات اللي تطلع، العالم كله بيكون فاتح على قنواتهم او فاتح على البثوث الحيه اللي فاتحينها، ارباح جدا 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 ضخمه. وبيسبب اصلا شوف لما الدوله بتقول لك انا بعثت صاروخ او بعثت قمر صناعي، هذا بيسبب شعبيه للبلد هذه كمان، بيبين انه هذه بلد متطوره وعندها علوم وعندها علماء، فبتبين البلد انها قويه حتى بالتكنولوجيا. تمام. حتى بامريكا مثلا بتلاقي الافلام الامريكيه كل الافلام تطور وعلم وعلماء ومختبرات ضخمه، وبيقول لك انه التقنيات اللي عندهم ما عند اي احد بالعالم كله، يعني عشان ينزرع بمخ العالمين كلهم ترى أمريكا أقوى دولة، عندها علوم وعندها مال وعندها قوة عسكرية وعندها جيوش وعندها كله، بس بالأفلام عشان بس يفرجوا العالم كلهم إنه أنا عندي. بالهندية كمان نفس الشيء، بالصينية بيطلع لك عندنا شعب وعندنا قوة وعندنا تقدم وهكذا، كله عشان يعني كل واحد يفرض على الثاني إنه أنا أحسن منك. يعني في حدا بعمل بالخفاء خلف كل منظمات الفضاء الدولية بهدف، نحكي مثلا قوة شيطانية مثلا بهدف تغيير خلق الله تغيير ايه تغيير. وتوجيه الناس للإلحاد مثلا. والله بصراحة لو إذا أنت تتمحص كثير كثير أنت بالأرض أو بالمجالات الفسيحة هذه، بين والله بين الأرض
بيقول لك السماء الأولى هي بعدها مدري كم مليار كيلو سنة ضوئية، واللي بعدها واللي بعدها، أنت بتحس هون بيقول لك والله تعالى بعيد، تمام، مو مثل يعني قريب كثير. لما أنت تؤمن بأن الأرض مسطحة، وأي مسطح الآن بيفهم عليه تماما، أنت ثابت وأنت مثل محجوز في مكان ما في لك أي سلطة تطلع لبرا، ولا أي سلطة تحفر تحت الأرض. الله حتى قال له محمد عليه الصلاة والسلام، قال له قال إنك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. يعني أنت ما عندك أي شيء إنك تتكبر، ما في أي شيء أبدا أبدا. أنت تحت نظام الله خلق لك إياه، فوقك سماء مقفلة، تحتك أرض، يعني حجر، ما يعني يسموه حجر، إنه مصطوم أو إيش يسموه، مصمت، مصمت. تمام، إيه، وفوق السماء كمان مغطي عليك، فما عندك أي مجال إنك والله تطلع لبرا، تخرج خارج خلق الله تعالى أو شيء. روح على المجال الثاني، فيك بيقول لك والله فلان مات على كوكب المريخ، فلان الفلاني مات على كوكب القمر، فلان. طب لما مسلم بيقرأ هيك، عفوا بيشوف المعلومة هذه، روح على القرآن بيشوف والله لما الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بيقول لك يا من العلماء غلط، يا من القرآن فيه شيء غلط كمان. فهون ببلش بيشوف هون شيء، بيقرأ هون شيء، بيشوف هون شيء، بيقرأ هون شيء، بيدخل الإيمان عنده بالجدار يعني بكل رياحة. طيب ليش جماعة الأرض المسطحة ما يجتمعوا ويعملوا جمعية قوية تقدر تنافس كل المنظمات الكاذبة ويكشفوا الحقيقة للعالم؟ يعني ليش أنا ما بشوف المسطحين إلا مثلا بعمل فيلم وثائقي صغير بحطه على اليوتيوب، أو إذا كبيرهم يعملوا جروب على الفيسبوك في 20,000 واحد؟ ليش ما في يكون لهم وجود ينافس، وجود يكشف فهمت الحقيقة عليك. المخفية هاي؟ هلا قبل ما اذكر لك انه شخصيات كل واحد عنده هلا حاليا قناه ارض مسطحه كبيره او شيء، ترى محتوى الارض المسطحه ترى جدا جدا محارب. اذا انت الان تكتب الارض المسطحه على اليوتيوب او ذا ايرث او فلات ايرث مثلا بالانجليزي او اي لغه، بيطلع لك ايش؟ ضحض الارض المسطحه، كذبة الأرض مسطحة، تدمير الأرض مسطحة، آخر شيء تحت 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 تلاقي واحد يقول لك الأرض مسطحة. نشوف حمزة دوم على شيء. أيوة يا علي عليك. جد جد اليوتيوب أو جوجل أو محركات البحث أو الخوارزميات ما بتطلع لك أي شيء عن هذا الموضوع. على فكرة لما جاء مثل كان في تحديث في اليوتيوب على 2018 انه في يعني بعض المقاطع حتكون ممنوعة، التعنيف أو مدري ايش، كان مذكور من بعض القنوات الأرض مسطحة انه اذا واحد ينزل عنها هي محاربه. ليش؟ بيقول لك هي مخالفه للعلم المثبت فيك حرفيا، نيوز. يعني فيك نيوز. ايه حرفيا حرفيا. فهي اصلا بشكل اول شيء محاربه، اول شيء. ثاني شيء، هلا انا حكيت في عصام صاحب قناه ختلة، هشام قناه رياليتي توداي، عندك على الفطره، اكثر كمان القمنده مثلا او شيء، كل واحد يعني كمان على قد حاله او على قد المعدات اللي عنده عم بيحاول يعمل. يعني أنا عندي والله كاميرا، أنا عندي جوال، أنا عندي والله لابتوب، بسوي اللي عندي وخلص بروح بكمل حياتي. يعني كل واحد عنده حياته وعنده أشغال وعنده مهام وعنده، يعني شايف قناتي كلها، كل القناة من فيديوهات من تصوير من مونتاج كله على الجوال، ما عندي ولا حتى لابتوب واحد. إيه والله. فكل واحد على قد اللي عنده، يعني بيحاول ينزل، بيحاول ينشر، بيحاول يعني يعمل قدر المستطاع. يعني أنا بس لو تفضل. لا لا كمل خلصت. أنا بفتني مثلا إنه يعني سألت حالي، يعني مثلا جماعة الأرض الكروية مثل ما حكيت في لهم منظمات كثير، في لهم تجمعات، في لهم هيئات أكاديمية، جامعات، كتب أكاديمية لهم، يعني بناء على نموذجهم ونظريتهم عملوا عالم كامل، عملوا أبحاث صحيح. وأمور كثير، لكن بينما نموذج الأرض المسطحة ما عملوا شيء مثل ما حكيت. فهل معناته أفهم أنه بسبب أنه في حدا بمنعكم أنكم تستمروا، في خوارزمية بتشتت جهودكم مثلا، في خوارزمية ما بتخلي علمكم يوصل للناس، هذا اللي بدك توصل له صح؟ هلا هذا الشيء أول شيء موجود أكيد، في خوارزمية تمنع أو خوارزمية تشتت. الفكرة الثانية إنه هذوك تحس اللي عندهم علوم وتجارب وعلماء وكذا كلهم مدعومين، يعني عندهم دعم مادي، عندهم زخم. إحنا بالعكس، لما كل الفكرة لك تطلع من هون ما عاد بدي أشوفك مرة ثانية حرفيا حرفيا. فهي فكرة كمان بتأثر كثير، لما أنا يكون عندي دعم مادي وعندي دعم والله إعلامي مثلا، وأنا عندي دعم والله شخصيات مهمة تدعمني وتدعم أفكاري، بالعكس أنا بتصير فكرتي أشهر فكرة خلال
ممكن أسبوع توصل العالم كله، بس لما يكون ما عندي ولا واحدة منهم من وين؟ من وين؟ فهمت عليك. طيب حمزة، هلا أنتوا يعني بتشوفوا إنه المؤامرة والعلم الزائف مو بس في شكل الأرض والسماء، في أمور تانية مثل صلحني إذا مثلا نظرية التطور، شو رأيك فيها؟ أكيد 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 غلط، يعني أكيد غلط. البيج بانج، الانفجار العظيم، كمان أكيد غلط، لأنه عندك أسهل آية لما الله تعالى قال بسورة الكهف، لما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني الله تعالى بيقول للكل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إيه ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. فأي واحد يجي يقول لك والله خلقت الأرض قبل 30 مليار سنة وكان الانفجار كذا وتكونت النجوم عبر 500، يعني بيعطيك أرقام بالنص ساعة الفلانية والربع ساعة الأولية وكانت سرعة كوكب الأرض كذا، كانت حرارة كوكب الشمس كذا، أو عفواً نجم الشمس كذا، يعطيك أرقام ومعلومات، يعني كأنه عم يحضر الفيلم، كأنه شايف كل شيء حرفياً. سبحان الله، هذا تغيير، يعني أنت تقرأ بالآية كذا وبتشوف كذا وتكذب واحد منهم. طيب الأقمار الصناعية أكيد لا، كمان كذب خرافة. أكيد كله أبراج. الجاذبية كمان أكيد لا. طب شو في كمان أشياء؟ تقريبا هذه لحد الآن كل شيء. طب خلينا نحكي عن التطور. هلا التطور في مؤخرا، هي أتوقع يعني من 10 سنوات وأكثر، كانت جدا محاربة في دولنا العربية والإسلامية. صحيح. لكن بدأ مؤخرا نحكي، يمكن أتوقع دكتور مصطفى محمود، في بعض الباحثين مؤخرا كمان الدكتور أحمد خيري العمري ألف كتاب سماه كأنه لا شيء بالصدفة، بيحاولوا يوفقوا ما بين نظرية التطور وما بين القرآن. يعني مثلا بيجي بربط آية ولقد خلقناكم أطوارا، أو لقد من سلالة من طين، فهم بيحكوا أنه نظرية التطور موجودة في صلب القرآن. قرآن، فهمت عليك. هل هذا الحكي صحيح؟ هل في شيء بيمنع أنه نظرية التطور تكون مثلا حقيقية موجودة فعلا بالقرآن الكريم؟ أكيد إذا هو التطور موجود، فأنت عب تسب أبونا آدم عليه السلام، الله تعالى كرم آدم وخلقه بأحسن خلق وأنزل من السماء، عفوا من الجنة، هو حواء، وكانوا مكرمين، والله تعالى علم آدم الأسماء، والله ما علم أي أحد الأسماء غير آدم عليه السلام. فلما يجي أي أحد، إن كان عالم ولا إن كان شيخ ولا إن كان يعني ملحد أو مسيحي أو أي أحد من أي ديانة من أي شهادة علمية، قل لك عكس هذا الكلام، رح أوقف ضده أكيد. آدم عليه السلام يعني بالقرآن هو أول بني آدم الله خلقه، لا في قبله بني آدم، في بعده بس قبله ما في، خلقه الله خلق آدم بيديه. أجي أقول والله الله خلق آدم وخلقه أول شيء على شكل بكتيريا، بعدين صار طحلب، بعدين صار شاحن، بعدين صار مدري إيش، والله فرس نهر، بعدين قرد، بعدين بني آدم، حرام. ما بصير ما بصير. فالموضوع قلب يعني مثل استهزاء بسيدنا آدم أو نبينا آدم عليه السلام. هذا أول شيء. الشيء الثاني إنه في والله مثلاً بيقول لك ولقد شو وقد خلق ولقد خلقكم أطوارا، لكن هاي الآية على هون إيه هاي الأطوار الله بيحكي عنها كان أطوار الجنين. إنه الطور حتى يا أخي بكتاب العلوم الآن، افتح كتاب علوم أي طالب بيقول لك في عندك الطور الميتوزي، الطور التوتي، الطور المدري إيش، الطور انقسام الإنسان أصلاً لأطوار، إن كان هو لقمة كان بحجم مضغة يعني أو لقمة، بعدين صار بحجم بني آدم صغير، بعدين الله خلق العظام وكسر العظام باللحم، بعدين هذه الأطوار. بس إنه الله قال لك يعني هلا لما يقول لك في تطور وقال لك بآية ثانية إنه آدم أول واحد، صار في التضارب بالقرآن، يعني هلا آدم أول خلق ولا كان في تطور بعدين صار آدم؟ فلا أكيد آدم هو أول خلق، وتطور أو الأطوار بجوا الرحم. لا أنا ما بدي كتير يعني نضيع نحكي تفاصيل هذا الموضوع لأنه ما راح ننتهي، لكن أتوقع أنا ما قرأت كتاب أحمد خيري العمري، لكن قرأت شوي عن الناس اللي بوفقوا ما بين نظرية التطور والقرآن. هل هم فكرتهم إنه آدم هو قد يكون أول شخص عاقل تطور عن أسلافنا؟ يعني هم بيؤمنوا بوجود آدم لكن بصفته أول شخص عاقل، فبالتالي هم ما بينكروا آدم وما بينكروا أنه أول شخص. خلينا نحكي والله قد يكون
ما بفتي. لا لا يا ولد، الله تعالى قال انه لما قال الملائكه: واذ قال ربك لملائكتي اني جاعل في الارض خليفه، تمام، هذا هو اول مخلوق انه من بني ادم، او يعني ادمي او بشري، هذا هو اول واحد، تمام. فكان في قبله، ما كان في شكلهم ايش كذا، ما بحكي بالغيب ابدا ابدا، ما طيب بدخل بالغيب. حمزة، أنت قبل ما تصير تأمن إنها مسطحة، بكون تأمن إنها كروية، أتوقع قبل ما تبدأ رحلة بحثك أتوقع كان يقينك إنها كروية 100%، صح؟ أكيد أكيد أكيد، هلأ كم نسبة يقينك إنها مسطحة؟ مليار بالمية. طيب، طب في احتمال إنك مثل ما كنت غلط في السابق، في احتمال إنك ممكن تكون أنت قد ترجع تبحث في الموضوع وقد تكتشف إنها أنت كنت غلطان الفترة الماضية، فهمت عليك. ممكن؟ والله بصراحة هلا هاي كيف أقول لك، يعني أحيانا برجع بقول عجب أنا صح، يعني بيجي عليك فترة دقائق بقول طب بلكي عجب، هم بلكي صح، بلكي عجب، برجع بقول لا مستحيل، القرآن حق، ولا أنا عم بشوفه بعيني، أنا بعيني كحمزة حق 100%، فمستحيل أرجع أغير فكري يعني، لا طب الآن جميل يعني أنسى. جميل جميل. طب هلا انا امبارح عملت على حسابي، نزلت على حسابي على الانستغرام وعلى الفيسبوك انه شو بتحبوا تسالوا شخص بامن انه الارض مسطحه، اجاني ايوه شفت الحالة. ايه هلا شفت يعني اجاني يمكن 50 سؤال، يعني اتوقع 25% من الرسائل اللي وصلتني عباره عن سخريه وامور يعني مش اسئله. هلا احنا بعالم فهمت عليك، السوشيال ميديا الناس ما بترحم خصوصا على الفيسبوك، هلا صحيح صحيح، انا يعني متاكد انه كثير بيجيكم امور وتعليقات وناس ما مش ما ما بدها تناقش، حتى مش مستعده انها تناقش، صحيح حتى انت لو تساله طب كيف عرفت انها كرويه راح يتلخبط، عرفت كيف؟ انه صح صح بس فايت متعلم متلقن، بس صحيح فايت بس فايت يسخر هو صحيح. كي ما بعرف، تعصب، تزعل، كيف تكون ردة، كيف تتعامل مع هدول الناس اللي هو بس جاي يتمسخر ويروح، والله بالضبط؟ بصراحة أغلب الأحيان بترد؟ بصراحة أنه لا لا، أغلب الأحيان لا، بضل ساكت، بتركه على حاله عادي، إنه العلم هذا موجود. أنا ممكن، أنا كحمزة ممكن أعطيك طرف الخيط، حبيت تكمل فيه وتزود علم نفسك وتثقف نفسك أكثر مثلا، أو تتمحص من الحقيقة، يعني هذا شيء راجع لك. ما حبيت تضل على إلا تضل على جهلك، أو تضل على معلوماتك، أو تضل على مثلا يعني معلوماتك المحدودة عن موضوع الأرض المسطحة، كمان راجع لك يعني، تمام. ففي كثير ناس مثلا بيقول لك ما عنده اي معلومه، بيقول لك الارض هي عباره عن قرص يطفو في الفضاء، ما عنده اي استعداد انه يشوف الحقيقه، بس بيفتح صوره جوجل، اه هذه هي على فكره، وصوره جوجل بتكتب ارض مسطحه بيطلع لك شكل مربع عم يطفو بالفضاء جنبه الكواكب صح. قدام الشمس، هذا كمان من الخوارزميات المضروبه يعني. طب انا بدي اياك بعد ما نخلص لحلقه تسجيلها بدي اياك تبعت لي صوره انت بتعتقد انها اصح نموذج مشان اعرضها هلا للبتابع. بإذن الله، طيب تمام، هلا مش طايل كثير، انا كثير مستمتع معك حمزه. هلا في أكرمك الله. وانا يعني بعد بالحلقه احضرت فيديو لواحد اسمه اتوقع الشيخ احمد دعدوش، كان عامل حلقه عن الارض المسطحه وبتهمكم انه انتم عباره عن بالحقيقه عباره عن ملحدين متخفيين بيحاولوا يشوهوا صوره الاسلام والمسلمين. ما بعرف اذا حضرتها. والله بصراحة أنا أحيانا بحضر بعض الحلقات اللي ضد الأرض المسطحة، أحيانا لا، بس يمكن لا، هي قديمة الحلقة ولا منزلها جديد؟ ما شفت تاريخها والله ما بعرف. ما عندي فكرة، بس شوف أي واحد يقول إنه مندمر صورة الإسلام أو مندمر أو مندمر، لا، فليأتي بالدليل يعني. أنا عم بجيب لك آي واضحة صريحة كما ذكرها الله تعالى، وذكر أن القرآن واضح، القرآن بين هدى بصائر بينات، هذا هو القرآن، ما يحتاج إله مفسر حتى، أو أنه والله أنه في شيفرات، والله بروح شك، عفوا بروح فك شيفرة الآية الفلانية، أو جيب يعني واحد تبع حلق الغاز، لا واضح صريح، الله قال لك خلقت كذا كذا كذا، خلص يعطيك العافية شكرا. فأنا عم جيب لك الآي، وترى نحن نضحك علينا، ترى تغير خلق رب العالمين، أنا ما عم بغير بالمسلمين والإسلام أبدا، بالعكس بالعكس. طيب اتوقع هاي هون بتيجي نقطة خلافك، اتوقع اذا شفت لك كذا فيديو بتحكي فيها عن الكيالي، صح؟ هلا انت هون اتوقع نقطة خلافك معه انه انت بتعتبر انه انت بتحكي في شغلات جدا واضحة بالنصوص الدينية، بينما هو بفوت بتفاصيل الغاز وتفاصيل يعني تحوير الآيات. بدخلها بالفيزياء كثير. يعني شفت له
ما بعرف عن طريق قناتك يمكن لما كان يحكي عن الدي ان اي هي الدابة او لا، مش عارف ناسي ايه. ناسي شو كانت او يأجوج في الدابة ايه. وفي عندك كمان لما حكى عن موضوع يوم القيامة، يعني قصدك انت عملت سلسلة عن فيديوهات ومصار سلسلة ايه، سلسلة ايه يعني ناسي كثير يوم القيامة ايه، ناسي التفاصيل. طيب عمزة، سؤال يعني ممكن يكون غريب شوي. هلا انت بصغرك عن طريق الاهل والجيران والمعارف والنظام التعليمي نحكي تم تلقينك انه الارض كرويه، اوكي. لما كبرت اكتشفت انه لا. طيب انت ما بعرف انت متزوج وعندك ابناء او لا، ان شاء الله يعني يصير عندك ابناء. كيف بتفكر انك انت لو مثلا، هل راح تلقنه؟ هل لو طلع وحكى الارض كرويه شو راح تكون رده فعلك؟ لا لا اكيد حلقنا الحقيقه، يعني حاعطيه الواضح، حاعطيه الصريح من القران، حاعطيه انه هذا هو الحقيقه 100%. يعني اوكي انت تعلم هنيك، خلص اختبارك مثلا، مثل ما قلت لهم قل له ايه قل له ايه واضحك عليه، ما في مشكله مشي حالك هناك، بس انه خلي عندك فهم ووعي انه ترى هذا خطا، ترى هذا هو الصح، انه خلي عنده انه ادراك عشان يعرف يميز ويفرق. مش والله ايش انه ايش ما اعطيته من معلومه يصدقها، ايش ما اعطيته من اي كلام يصدقه. لازم واحد يعلم ابنائه انه من كان حتى هو كبير او ابنائه صغار انه يمحص ويتفحصوا راي معلومه. طبعا في كثير حاليا المعلومات تنتشر بشكل مثل يعني كيف اقول لك، مثل النمل، معلومات كثيره كثير يمكن 10% منها صحيح 100%، والباقي كله تبع واتساب وتبع جروبات وتبع معلومات مو صحيحه اصلا ولا دقيقه. حتى شويه تفكر ممكن تكتشف انها مضبوط عباره عن يعني معلومه غير حقيقيه. حمزه هلا انا هلا بدي اقرا شوي بعض الاسئله اللي وردتني امبارح على الانستغرام اكيد اكيد فيسبوك. بدي هيك تعليق سريع لك. انا مش كل الاسئله بصراحه، انا حكيت لك جزء كبير منهم هم عباره عن شيء صالح. طيب هلا في اسئله سالتك اياها. واحد بسألك هل يوجد قوة جاذبية في الكون؟ انت حكيت لا. لا. كثافة وطفو بس. طيب فارق التوقيت بين المشرق والمغرب، كيف بيكون في فارق توقيت؟ كيف بين المشرق والمغرب؟ ما بعرف ليش، يمكن في بعض الدول بتختلف الشروق عن دولة أخرى مثلا. كيف؟ لا موضوع صبر. يمكن ينقصوا مثلا ليش مثلا الآن الساعة لنقل الساعة 10:10 مثلا بغير بلد والله الساعة 2 الظهر مثلا. أيوة. يمكن هيك أوكي. لأنه بعتمد على وجود الشمس. أنت ما فيك تعرف الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب غير من الشمس، فالموضوع كله بيتعلق بحركة الشمس. تمام. اللي هي بتدور بفلك دائري، الشمس صغيرة فوق الأرض. فوق هي. الأرض. طيب شو بصير إذا حفرنا بالأرض للجهة الثانية؟ إذا ضرينا نحفر مستحيل لتحف. مستحيل. ما هلأ لحد الآن العلم يعني كعلماء أو كحفارين يمكن أطول عمق حفروا يمكن كم 20 كيلو بس، وقفوا ما في الحرارة جد لا الحرارة جدا عالية، مستحيل يكمل مستحيل يكمل. طيب هل في بعرفش هل يوجد حوت تحت الأفياء؟ أتوقع في خرافة إنه في حوت نون هذا. أيوة. نون لا لا هذا كله أكل هوا يعني، ما منه أي دليل ولا منه أي إثبات. طيب ليش باقي الكواكب كروية؟ ليش باقي الكواكب كروية؟ لأنه هي للزينة، الكواكب الله خلقها للزينة، والأرض الله خلقها للحياة، فيها أنهار وفيها أشجار وفيها دوام. يعني غلط إحنا نربط الأرض بالكواكب، أنا مش كوكب. أكيد أكيد الأرض شيء والكوكب شيء، يعني زي مثلا ما أقول لك المصباح شيء مو مثل البراد، ما في نقول يا براد قوم ضوي لي الغرفة. يعني هو الربط غلط. أكيد أكيد. طيب في شخص بحكي كيف عرفت من غير استخدام الأقمار الصناعية؟ لأنه أنت غير مؤمنين بالأقمار الصناعية أصلاً. إيه. طيب. بس عبارة عن أبراج حكينا. بحكي طب شو فكرتك عن الشمس؟ الشمس هي سراج، إنه الله تعالى خلقها وجعلها مثلاً نور، سراج وهاج. يعني بينور اللي تحته، حتى في لها حرارة جدا عالية مثل الآن بالصيف، والشمس هي بترتفع وبتنزل، تطلع وبتنزل. طيب هون في شخص كاتب كلمة الفلك في اللغة تعني ارتفع واستدار، وابن تيمية تكلم عن استدارة الأرض وكذلك ابن حزم. ايه شوف هلا في احيانا العرب يعني مع انه عربيين يعني بس ما كثير بدققوا بين كلمة مستدير بين كلمة مكور او مثلا الدائرة او الكرة. شوف الدائرة مثلا انا عندي دائره على ورقه، على سطح ورقه،
وعندي كرة، الدائرة 2D عندها بين وجهين بس 2D، الكرة عندك يا 3D عندها شكل ثلاثي الأبعاد. فبيلك والله مثلا قال الشيخ الفلاني ان الارض دائريه، هي دائريه مظبوط دائره بس ما قال انها كرويه. هذا الفرق. طيب ليش لسه ما وصلنا لحافه الارض؟ حكينا. طيب تفسير الليل والنهار، حكينا انهم عباره عن مخلوقين منفصلين، ليس بدور ليس بدوره، كل كيان بدور عند الثاني. أكيد 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 بتسخر. طيب الكسوف والخسوف. والله بصراحة أنا كان عندي حلقة ما أدري إذا شلتها أو لا، بس حكيت إنه أنا ما بفتي بأي شيء الله تعالى أو رسوله ما أعطانا عنه أي علم. يعني هذا الشيء مثلا بيقول لك الله تعالى هو أدرى فيه كيف تنكسف الشمس أو كيف ينكسف القمر. أنا ما رسول قال لي والله هو ينكسف مثلا بهذه الكيفيه او شيء، او حتى الله تعالى ما تكلم عن الموضوع. اللي قال الرسول بحديث واحد وروي باكثر من روايه انه اذا صار في كسوف للشمس صلي واكثر من الصدقه، يعني هذه هي. بس كيف بصير وما هي الكيفيه وايش هو الجسم ايش ما هو، انا والله ما عندي اي علم، ويعني يعني ما يعني ما بفتي بالموضوع الا على علم، بس على شيء من الله او من الرسول، انه هو اصلا شيء غيبي. طيب فوق بالسماء. الشروق الشمس وغروب الشمس، هو مش غروب وغروب، هو بس ابتعاد الكرة الأرضية، هو ابتعاد الشمس، ابتعاد الشمس ابتعاده واقتراب بس. ما في شروق وغروب. طيب هلا طب المناخ، اختلاف المناخ من دولة لدولة والجو. بيعتمد على مدار الشمس فوق 3 محاور. انت عندك مدار الجدي، مدار السرطان، مدار الاستواء. الشمس تنتقل بين هذه المدارات عبر 12 شهر، يكون في انقلاب صيفي وانقلاب خريفي، تمام؟ او عفوا انقلاب صيفي وانقلاب شتوي. حمزه انا كثير كثير مبسوط اني استضفتك في قناه الفهرس في سلسله كنت الله يا كثير. يعني انت بصراحه جاوبت على اسئله كثير كانت عندي ومتاكد عند الناس، وانا متاكد لسه كمان في كثير معلومات. احنا حاولنا ما ندخل تفاصيل اكثر، انا راح احط رابط قناه حمزه بوصف الفيديو. كل المواضيع اللي غطيناها بهاي الحلقة وبهاي المقابلة السريعة، كل موضوع موجود بفيديو منفصل. يعني الكسوف والخسوف موجود بفيديو منفصل إذا لسه موجود، مثل ما حكى حمزة. السماء، الأرض. كثير الأرض، السماء، الشمس، الكواكب، رأيه بشغلات كثير، قناته كثير يعني غنية بالفيديوهات. أكرمك الله، نتشرف والله. كثير بتمنى يكون المشاهدين استمتعوا. كثير مبسوط إني تعرفت عليك حمزة الزدخن. أكرمك الله، الله يكرمك. اكتبوا لي شو رايكم بالتعليقات، وهل عندكم اي سؤال كمان، لكن باسلوب يعني لطيف، ولانه اكيد يعني بيستحق اصحاب هذا الفكر انه نناقشهم. يعني السخريه والاستهزاء ما راح يوصلنا لاي مكان. معلومه صحيح. شكرا جزيلا حمزه. اكرمك الله، يحيك الله استاذي، واكرمك الله تعالى على الاستضافه. الله يخليك. يحيك الله، مع السلامه.